عشان تحققوا أحلامكم لازم يكون في طموح عالي يدفعكم للعمل بجد، وكمان مهم تحديد رؤية واضحة توجه جهودكم نحو الهدف. فالطموح والرؤية يمكن إنهم يساهموا بشكل كبير في بناء سيرة مميزة، وأكيد إن التخطيط والمثابرة والعمل الشاق هم بداية لمستقبل مشرق. حنين مسرحي، عمري 21 سنة، من الرياض. أختي الكبيرة كانت مصورة، وأنا صغيرة كنت أروح معها جلسات التصوير، وأحب أشوف الستايلست كيف يعبرون عن نفسهم عن طريق اللبس، فكنت متحمسة متى أكبر عشان أسوي نفسهم وأحد يصورني. الحين أشتغل كموديل، صرت أفتح حساباتي في السوشيال ميديا أعبر عن شخصيتي وكيف طريقة لبسي. أحب مرات أكون جريئة، مرات سيمبل، بس أهم شيء يكون ستايلي ملفت للنظر. أنا اليوم في استديو ستايلي جاية عشان أفوز. طموحي يكون عندي بصمة في الفاشن، وراح تشوفون ستايلات جريئة وحلوة. اسمي آل عبد الوهاب، عمري 47 سنة، من الرياض. درست تعليم طبي بسبب رغبة الوالد، بس كنت أبغى أصير مصممة أزياء وإعلامية وممثلة في نفس الوقت. الحين هقدم على تقاعد مبكر وأبغى أحقق حلمي وشغفي. فرصة المشاركة في استوديو ستايلي جت وأنا كنت لازم أسوي عملية. الحمد لله دحين بعد 5 أيام من العملية قدرت أشارك، وأبغى أثبت لأولادي طالما إنه عندنا عزيمة وإصرار ما في شيء يقدر يوقف. يا مرحبا حنين وسمية، متشوقين تعرفوا عن موضوع حلقتنا اليوم؟ أكيد طبعاً. حنين واضح إنها عندها ستايل، حسيت إنه في تحدي كبير هيكون. صحيح سمية أكبر مني بالعمر، بس الموهبة هي أهم شيء. لوكات التحديين اليوم راح نقيمهم أنا وريم، لكن مو لوحدنا، معانا ضيفة شرف. ضيفتنا اليوم موهبة فنية ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت من بوليفارد المواهب اللي من خلاله عرفت تلفت الأنظار لها كفنانة صاعدة نحو مستقبل واعد. نجمة صاعدة في سماء الفن والغناء، اكتشفت موهبتها منذ أن كانت صغيرة، وحققت شهرة من خلال فعاليات موسم الرياض، تحديداً من البرنامج الأشهر بوليفارد المواهب. لفتت الأنظار بموهبة استثنائية وصوت عذب. اعتبرت أن السوشيال ميديا منصة أخرى أكملت فيها نجاحها مع جمهور كبير يتطلع لمنشوراتها الفنية في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. معانا الموهبة والنجمة نور حداد. نور ستايلها مرة حلو وجريء. مرحبا فيك نور. هلا يا أهلا، منورتنا. مرسي نورك. وكده اكتملت لجنة التحكيم. تعتمد رؤية 2030 على دعم القطاع التكنولوجي، وتؤكد المملكة على أهمية الاقتصاد الرقمي وتدعمها حتى في المجالات التعليمية بكل تخصصاتها في الجامعات، إضافة لتنظيم فعاليات التكنولوجيا وتبادل الخبرات والأفكار مع مؤسسات كبيرة تنقل التكنولوجيا للمملكة عشان تكون رائدة في المستقبل. لما نقول مستقبل يجي في بالنا كلمة مشرق، وفي سيرة الإشراق إيش أفضل من إننا نستخدم الألوان الميتاليك اللي بتلمع وبتخلي اللون ساطع؟ حنطلب منك نور بليز تبلغي سمية وحنين عن تفاصيل التحدي الأول. استخدموا بذكاء قطع ألوان ميتاليك لحتى يكون اللوك جريء وجذاب وحيوي. اللون الميتاليك مرة صعب، فبالنسبة لي تجربة جديدة. أنا أحب الأزياء التقليدية التراثية، فبالنسبة لي تحدي. الألوان المعدنية تعتبر قوية، استخدامها بنسب متفاوتة هي اللي حتدعمكم إنكم توصلوا رسالتكم سواء كان ستايل نهاري أو ليلي. حاولوا ما تكثروا من التفاصيل بحيث القطعة اللامعة هي اللي تاخذ مساحتها والبطولة في اللوك كامل. يفضل التركيز على استخدام ألوان الميتاليك في العيون مع شارب آيلاينر، أما الوجه بننحته بكونتور وهايلايت، والروج جلوسي مع شعر ويتلوك. نصايح ريم ونجلة مهمين، راح أطبقها بحذافيرها لأني أبغى أربح. التزامكم حنين وسمية بنقاط التحدي اللي أعطيناكم هي حتساعدكم كثير أنكم تجتازوا المرحلة هذه بنجاح في التحدي الأول. كل واحدة عندها في غرفتها الخاصة مجموعة ملابس لازم تبدعوا في تنسيقها واختيارها.
معاكم ساعة عشان تجهزوا أول لوك، ومن خلال هذه الساعة نفسها هنعطيكم شوية وقت عشان تسووا ريسيرش ملائم بموضوع التحدي، وكمان تعملوا مود بورد. بعدها هتتعرفوا على المودلز. جاهزين للتحدي الأول؟ طبعاً أكيد، متحمسة. موفقين. جالسة الحين أبحث عن الستايلات، خليني أخذ فكرة. سويت سيرش كامل، حبيت أخذ فكرة عن الستايل، عن الشعر، عن الميك اب. طبعت بعض الصور عشان توضح قدامي وصير أحط عليها الكومنتس حقتي. في أوبشن كثير علقتها بحيث يكون عندي مود بورد يساعدني بالتنسيقات. لما شفت الملابس كل قطعة أحلى من الثانية، مرة احترت وش أنسق مع بعض. الموضة الأريج يمشي مع هالميتاليك، لأنه لما سويت بحث لقيت إن أغلب اللي لابسين الميتاليك كان نفس لون بشرتها السمراء الحلوة. أنا حبيتك تجربي هذه السوت، أول لوك البنطلون الأزرق، جاكيت الأزرق، تحته اللون الفضي. خلينا نجرب هذول. أهلاً وسهلاً، راح نبدأ الحين بأول لوك، نشوف شيء يبهرك. عندنا هالجاكيت مرة حلو لونه، وراح ألبق معه هالبنطلون، والحين راح أعطيك توب. أحتاجك تلبسينه من جوا، طيب؟ تطلعين توريني بسرعة، أوكي؟ حبيت اللوك، مرة رائع. حنضيف هذولي، شوفي هذه ماشي أكثر. خذي هذولي، أوكي، وغيري. لقيت إنه أوفر، غيرت لها الجاكيت وقلت بلاش إنه يكون نفس اللون البنطلون. حلو، حبيت الأزرق متناسق أكثر. طيب أبغاك تجربي كمان شيء تاني. أوكي، هنستخدم البينكيات. اخترت لها اللوك التاني، بانس لونه وردي وجاكيت لونه أزرق. جربي هذا مع البنطلون، وخلي التيشيرت هذه نفسها مع نفس البوتس. واو، زي ما توقعت، خيال. بس يبغى له شوية تعديلات، راح نسوي كذا عشان بعد يوضح عندنا الخصر، عشان ما يصير أوفر سايز بزيادة. الإكسسوار مرة مهم، حطيت الحلق، عطى إضافة مرة حلوة، والباك أحس بيكون معه فضي. ما أقدر أحط ألوان زيادة، أحس راح يصير ضجة. شوف لفي، واو، اللوك مرة حلو. طبعاً أنتي حليتي بزيادة. راح أعطيك الخيار الثاني بحيث إنه يكون عندنا كذا خيار. حطيت الجاكيت أبيض كذا كنا لؤلؤي، مع التوب الموف، مع السكيرت سيلفر. تفضلي. نضيف هذا. أبيك تغيرين هذا الجاكيت. الجاكيت كان أوفر سايز فما كان حلو، حسيته إنه لسه برضو مو الستايل اللي أنا أبغاه. تقدري تجربين هذا بعد. أوكي، حمشي مع البوت ومع التيشيرت اللي موجودة داخلي. هي هذا أجمل، جدا حلو هذا. أبيك تجربينها، حلو اللوك، بس ما يخالف إذا جربت قطع ثانية. لللوك الثالث، بانتس سيلفر توب كات وجاكيت سيلفر أغمق من البانت. أبيك تجربين هذولي. طيب، بس ترجعين بنلصق لها الشوز والشنطة.
خيال، حسيته مختلف، جريء مرة. راح أحط معه إكسسوار أكتفي بهذولي بحيث إذا شلت الجاكيت يكون فيه الأسوار. أشوف محتارة، انزلي شوية أبغى أشوف وأنت كذا ماشية. حبيت هذا أكثر، لوك أصلاً كثير في الموف، فأحسن بالسيلفر. اللوك مرة حلو، بس راح ناخذ اللوك الثالث وبعدها راح نقرر. اللوك الثالث عبارة عن جينز سيلفر مع توب سيلفر، جاكيت سيلفر، وحطيت بالإضافة عليه شوز أبيض مطفي. يلا البسي واطلع. سمية، حنين، باقي من الوقت 30 دقيقة بس. حسيت بالتوتر شوية، الوقت بدأ يداهمني. الوقت يطير بسرعة وأنا أبغى ألحق على كل شيء، أخذ الأوتفيت، أخذ الأكسسوار. أسرع بليز. مرة خفت وتوترت، أبغى أخلص كل شيء بسرعة بسرعة. الجاكيت الطويل مرة حبيته لأنه قريب من العباية التقليدية، إنه مستر وتقدر تخرج فيه في أي مكان. هذا هو ستايلي. أضفت لها حلق اللي فيه لولولو، صحيح هو شوية قديم بس حبيته لأنه حيطفي شوية من الأشياء اللي هي لامعة كثير. أبغاك تغيرين الشوز وإلبسي هذا عشان يكسر الفضي. حلو، مرة حلو. واو، مرة حلو، حبيت اللوك مرة، يعني حتى أنا أقدر ألبسه في النهار. بس نوسعها شوية من هنا عشان تاخذين راحتك أكثر. طبعاً اللون موحد، لازم أكسره بلون. راح أحط شنطتين نختار بين. افسخي الجاكيت، مرة حلو. وراح احط لك الاكسسوار، بس سلسال، مو ضروري احط حلق لان السلسال مسوي حركه حلوه على الركبه. كنت اناظر سميه وهي تنسق، ارتحت يوم شفت لوكاتها، حسيت ان لوكاتي احلى. الستايل اللي قاعده تنفذه حنين عاجبني، واحس انه كل واحده بتبرز شخصيتها. تنزلين شوي اريج عشان اجربها. هاي سميه، اهلين. هذا ايش؟ حكيني عن هذا. انا بحاول اني اكسر اللون اكثر الفضي، يا بحزام يا انه بشيء زي كذا سكارف تاي زي كذا بوشاح، انه ترميه على نوع من انه يكون لوز وفي نفس الوقت بيستر. اذا حتستخدميه كسكارف لازم يكون شكله سكارف، هو حاليا حزامين. اي نعم. سو يا انك تدمجيهم مع بعض بحيث انه يعطوك العرض والغزاره المطلوبه عشان تدي منظر سكارف، لانه اللي دوبه كان موجود كان حزام مربوط كان صح. شكله غير لائق. أيوه. موفقه سميه. شكرا لك. متحمسه اشوفك على الرانوي. شكرا لك. كات موفقه جدا. اهلين حنين. هاي. واو، يعني من غير ما تشرحي لي أي شيء اللوك خلاص هو شارح نفسه بنفسه. Thank you. اللوكات اللي قبل أحلى بكثير. إيش تحبي توريني غير شوفي. هذا؟ شوفي، أول لوك كان عندنا اللي هو هالجاكيت، ونسقت معه هالتوب من جوا. الألوان هذه تطلع مرة حلوة على بشرتها حقيقي. طبعاً، وكان معه حتى النورة. أنا جداً مرتاحة لاختياراتك، فإيش ما نزلتي على الرنوي متحمسة أشوف إيش حيطلع معك. يا عطيك ألف عافية. ريم حبت كل شيء فزادت علي الحيرة أكثر. طبعاً أنا عرفت وش بختار، راح الحين نبدأ بالميك اب والشعر، بعدها راح يكتمل اللوك عندنا. هاي بنات، طبعاً زي ما انتم شايفين أنا مختار اللوك وحاب الميك اب يعطيها سحبة للعين، أيلينر الألوان ويكون روج أحمر. يعني ما شاء الله موديل عينها مرة حلوة. أي. فنعطيها سحبة بالأيلينر كات آي. أوكي. وإذا تبغي نسوي لها روج أحمر، بس ما يكون أحمر واضح، زي ما يكون خفيف شفاف، ما يكون أحمر مات أو صريح بزيادة. Yes, exactly. Yes. الشعر حابتها يكون جل، الفرقات واضحة، ومن هنا يكون على ورا مرة مشدود.
الميك اب ابغاه يكون سيلفر على العين، هاي شادو سيلفر ولا نسوي لها جرافيك اي لاينر؟ الجرافيك اي لاينر حيطلع مره حلو معه. وابغى الروج على بينك فوشيا لان الشنطه والشوز لونها وردي، حابه انه شعرها يبدا زي ما هو، شعرها ما شاء الله حلو بس انها يكون رفع شوي على العالي وكذا ناتشورال عشان يبين الاكسسوار. انا معتمده عليكم ان شاء الله نربح هذا التحدي ان شاء الله. نور، بدايتك كانت في الموديلينج، احكينا عن تجربتك هذه. انا شخص كثير بحب اتصور، بحب احط كثير صور لي على السوشيال ميديا، بحب الميك اب، بحب الازياء، فهيدا الشيء خلاني انه فوت على مجال الموديلينج، فتعلمت منه كثير اشياء. مثلا ما كنت بعرف شو بيلبق لي بالميك اب، هلا لا صرت بعرف شو بيلبق لي، شو حط، شو استعمل برودكت، فحس انه غيرني كثير. نور، قولي لنا ايش هي تحضيراتك الفنيه؟ صراحه عم حضر لسينجل جديد، هيدي اول مره بدي اطلع غنيه، كل يوم بسمع غنيه جديده بضلني عم فكر حتكون حلوه او لا، بس ان شاء الله حقرر على وحده وحيكون في سينجل جديد قريبا. ومين من الفنانات بيعجبك الستايل تبعها؟ مايا دياب، بحسها هيك بتعمل اشياء غريبه. مريم فارس بحب بعد هيك بيبسوا اشياء مجنونه صراحه، جريئه. ايه جريئه عكس الباقي الفنانين، انه لا تيابهم دائما الاعتياديه. أوكي. فبحب ستايلاتهم المجنونه، مهضومه بتكون على المسرح. ستايلست بدا العد التنازلي. 10 9. اخر ثواني انا كنت مره متوتره. 2 1. Stop. على آخر ثانية. أوف. أشوفكم على الرنوي. ما توقعت في حياتي إنه أحقق حلمي وتنسيقات حقتي تنعرض قدام الجمهور وإنه الناس كلها تشوفها، سعادتي ما تتوصف. حبيت الشعرات الإيرس. حبيت اللون البينك. حبيت ستايل سمية، خوفني وحسيت المنافسة مرة صعبة. أول مرة أشوف تنسيقي على الرانوي، حسيت بفخر. أنا نفسي أخذ الجاكيت وخلاص وأسيبك وأمشي. كثير حلو. وأنا نظر الحكام حسيتهم مبسوطين، ارتحت. لوك حنين، ما عجبني الجاكيت لأنه متخن الموديل، فحسيت أنه أنا ممكن أفوز. سمية وحنين، حقيقي اللوكس اللي نزلت على الرانوي كانت جداً جذابة وملفتة. حابين نسمع منكم إيش الفكرة من وراء التنسيقات. فضلي حنين. حبيت إنه أحط كل شيء سيلفر وأضيف عليه اللون الأزرق، وما أحط الجاكيت بشكل عادي على الأكتاف، لا حبيت يكون على الجنب. الربطة ما حبيت برضو إنه أربطها بشكل معتاد، فبرمتها حول الخصر. حبيت أنزل من هنا الجاكيت ويعطيني إطلالة أحلى. شكراً حنين. العفو. انتقل لك بليز سمية، تفضلي. حبيت أنسق مع سيلفالون الفوشيا لأنه مور فيمينين. أنا اعتمد جداً يكون الجاكيت الطويل عشان لا نضيع هويتنا بالنسبة للعباية، حتى لو في المستقبل ما زلنا إحنا محتفظين بهويتنا. شكراً يا ستايلست. والآن حتسمعوا آراءنا على التنسيقات، تبدأ بنجلة. سمية، بالنسبة للميك اب والشعر مرة لفت لي نظري الايلاينر الميتاليك، حقيقي اعطاني الفكرة واللوك اللي احنا نبغاه، وحبيت تمردك في الشعر انك خليتيه زي ما هو، ابدعتي في الميك اب والشعر.
بالنسبة للأوتفيت كان نفسي مو كله ميتاليك، يعني تهدي حاجة تقوي حاجة عشان يظهر الميتاليك اللي انت تبقيه. سمية جدا مبسوطة انك عملتي حاجة في موضوع الكولر اللي كان عامل زحمة في المنطقة هذه حقة الصدر، فانك دخلتيها من الأساس كانت فكرة حسنة جدا، أعطت مساحة لباقي اللبس انه يبان من جوا. التنسيق ومسطرة الألوان جدا موفقة فيها. شكرا لك. التعقيب الأقوى عندي الحلق اللولو، يعتبر ستايل كلاسيك، ابدا ما هو ماشي مع الستايل العصري والجريء اللي انت ماشيه فيه. والان حنسمع من ضيفتنا نور. الشعرات كثير حبيتهم صراحه، مهضومين، الايز بعقده. حلو انك اخترتي العبايه للمره السعوديه، بس حسيت كثير ميتاليك لون الفوشي، لو مبدله بغير قماش كان غيرتي شوي وكسرتي اللوك. والايرينجز اللوك اللولو بيعطي شوي هيدا اللوك القديم الفخم، فبحس لو مستعمله شيء ثاني كان حيكون احلى. علقوا جدا على الحلق، هذا بالنسبه لي كان شيء بسيط. حنين يعطيك العافيه، صراحه اختيارك للجاكيت لفت انظارنا كلنا، حبيت مكياجها مره، حبيت الشعر انك عملتيه ويت لوك، كل شيء جميل والله يعطيك العافيه. الله يعافيك. تسلمك. صراحه اول ما فاتت قلت واو، الجاكيت كثير لونه بيعقد، البنطلون هلا كثير ترندي انه موصول بالبوت، كثير حبيت الويت لوك، اللوك بيعقد. يعطيكي الف عافيه. ثانك يو. الله يعافيك. حنين انا جدا احترمت طريقه توظيفك للحزام، برمتي، غيرتي من طريقة لبس الجاكيت المعتاد، نزلتي من مستوى. نجي لموضوع البنطلون الموصول بالبوت، الموديل لو كانت أطول من كده كان ممكن البنطلون أخذ حيز ومساحة أكثر. حالياً في كمية فولدز متركزة في الجزء التحتاني، فعامل بلك. ممكن المرة الجاية أغير من الغلط اللي سويته المرة الأولى، بس برضو أنا حابة الستايل. طيب والآن حنعطيكم علاماتكم. قلبي غداء يدق بسرعة. سمية بعطي اللوك 2/5. علامة نور وترتني، ما كنت أتوقعها. بالنسبة لحنين 4/5. هنار تحت، بس نشوف ريم ونجلة. حنين لكي مني 3/5. سمية لكي مني 4/5. أنا ربحانة بعلامة واحدة زيادة، إن شاء الله نجلة ما تغير الكفة. سمية 3/5 وحنين 3/5. سمية مجموع علاماتك في التحدي الأول 9 علامات، وحنين مجموع علاماتك 10 علامات. أنا الفايزة ومرة مبسوطة. مبروك. Thank you. ما فيش فرق، يعني هي كلها علامة واحدة. كده يطلع لك جلسة استشارة مع ضيفتنا تعطيكي نصايح تستفيدي منها في تحضيرك للوك الثاني. راح أستفيد من نور عشان أربح التحدي الثاني. من سنة للثانية تتطور الأزياء، وفي موضات وملامح للأزياء قديمة تفضل ترجع عبر الزمن عشان نشوفها في الرانويز كأنها موضة جديدة. إيش تتوقعوا تكون أنماط الموضة والأزياء في 2030؟ نور بليز ممكن تبلغي حنين وسمية عن تفاصيل تحدينا الثاني؟ أكيد رح نعمل فاست فورورد لكم سنة لقدام. تخيلوا اليوم إنكم بأسبوع الموضة السعودي 2030، مطلوب منكم إنه تبتكروا لوك مميز وحلو للرانوي. التحدي شوي صعب وغريب، بس أنا مرة متحمسة. ماني عارفة إيش أسوي، يعني في الوقت هذاك إيش حيكون، إيش نوع الأقمشة المستخدمة، إيش الستايل اللي حيكون دارج. بس تذكروا إن اللي فازت في التحدي الأول ممكن ما تفوز في التحدي الثاني، عشان كده لازم تبذلوا جهدكم عشان نعرف مين اللي حتفوز بأحلى ستايل. تقدروا تتفضلوا. كيف بتتوقعي فاشن والأزياء ب2030؟ أغلب الأشياء القديمة بترجع ثاني مرة لقدام. خليني أشوف شو في خيارات. عندي هالأوبشن لفت انتباهي صراحة، بيجي مخصر على الجسم، بيرسم الجسم وبيحلي أكيد. باي ذا واي هو اللون عم يتغير، شو ما لبستي معه بحس حيلبق يلو أخضر، بس ليش ما أنت بتعملي شي ترند منه موجود من قبل، تخترع هيك شي ستايل معين للمستقبل؟ أكيد رح أبهرك إن شاء الله. بعدك يا نور رح تكون بصمتي موجودة في عالم الفاشن 2030. من بعد الجلسة مع نور بديت على طول أبحث، كتبت أزياء المستقبل وبرضو كتبت أزياء الماضي، حاولت أجمع بين الاثنين. سويت بحث
وجدت انه اللي حيكون دارج اقمشه التل، الاوريغانزا، الاشياء المنفوشه. طبعت الصور وحطيتها في اللوحه قدامي، مره متحمسه ابدا في التنسيق. الحين راح أعطيك أول أوبشن، تمام؟ راح نشوف هالدرس. الفستان الأول هو من موضة 2023 بس حابة يكون 2030، وهذا التحدي ما راح يكون سهل. تفضلي البسيها، تعالي. هلا، كيف حالك؟ أوكي، جربي هذا الفستان. أول اخترته للموديل، عاجبني إنه في له زي القبعة تغطي فيها شعرها مع الجاكيت هذا. جربي هذول الشوز. حاولت أكسر الحدة الميتاليك، أضفت بوتس أسود جليتر. يرد له بسرعة عشان كمان في أشياء ثانية أبغاك تجربينها. واو، أبغاك تحطي لي الكعب من هنا، يبغى له تعديل، لابد من لمسات الستايلست، فقصيت من الجنب. حبيت افسخ الجاكيت. جربي لي هذولي حنين، نفس اللوك قلدتني، بس انت اللي بتغيرين ترى، انا ما راح اغير اللوك حقي. لما شفت حنين اختارت نفس الشيء قلت ما فينا اخذ مجازفه ونطلع زي بعض. ابغاكي تلبسي الجمب سوت هذه بس نفس الشوز خليكي بيها. جمب سوت اسود ساده، قلت خليني اكسر حده الاسود بالفيونك الصفراء. حسيت مو هذا اللوك اللي بيعبرني عن 2030. الفستان الأسود مرة معجبة فيه، مين ما يحب ملك الألوان أسود؟ البسيه وتعال بسرعة، ما عاد في وقت. أول ما طلعت حاولت إني أركب الفيونكة في الظهر، بشوف وين ممكن تتثبت الفيونكة هذه. صعب إني أثبت الفيونكة، حاولت إني أجيبها من قدام. أنا ما حبيتها. الستايل مره ما كان حلو لانه غطى الجمب سوت كله بالكامل. افكر اغير اللوك هذا، خلينا نجرب فستان ذا. اعطيت للموديل فستان اسود وفي له كولر بيضه. ابغاك تجربي معاه الجزمه الخضراء. اوكي، واو، يجنن. فستان ملفت من عند الأكتاف، معطي للمود الرسمة، هي قصيرة فأعطاها طول. راح أضيف لمساتي لعشرين ثلاثين بحيث إنه يكون كذا. أوكي، أو ودي أحطه كذا على الرقبة. حبيت أخرج عن المألوف وأحطه على الرقبة ويغطي لي الأذن وعشان يحدد لي الوجه. مرة حبيت نفس الفخامة اللي أبيها وبرضو بلمسات حلوة. بس راح نجرب اللوك الثالث بعدها راح نقرر. معنا البنطلون والبلوزة حقتها، البسيهم. جربي هذا بليز بسرعة. واو، شوف حلو. ممكن تجربيني هذول. اوكي، لفي عريج. اوكي، الابيض اللي هي جايه زي الفيونكه طايح، فحاولت اني اقفله من ورا بحيث اني اثبته. خدي هذه، لبستها بريسلت فيها ذهبي واخضر يصير مع الشوز، واعطيتها كمان الشنطه الصغيره لونها اخضر. شوف، انا ماني كثير مقتنعه باللوك هذا، لقيته انه كلاسيك ما في له اي ابتكار. لما شفت التنورة التل قلت هذه اللي أنا حعمل لها ستايلينج بالطريقة اللي أنا متخيلتها. طلعت من الموضة تلبسها كفستان وتطلع يدها بحيث إنه يكون كتف إيه وكتف لأ. أباك تجربي هذا كمان. طيب، خلينا نشوف كيف حيطلع معي. حنين، سمية، بقي لكم 30 دقيقة بس.
وش أسوي فيها؟ مرة مرتبكة، مو عارفة إيش أختار بالضبط. تحدي أصعب من قبله. حبيت، أنا حابة إنه في 2030 ذهبي مع الفضي يكون دارج. نادر الناس اللي يدخلون ذهبي مع السيلفر، فحبيت إنه يكون تداخل قوي جداً. فضلي؟ أوكي، حبيت الستايل بس مو مناسب 2030. حابة أبتكر شيء. في فستان أزرق قضيته وقصيت الأكمام حقتها لأن فيها شغل، وحبيت أحطها على أكمام حقت التوب. حبيت إني أدخل السماوي مع الفضي والذهبي. قصيت هذه القطعة، لك طلع مرة حلو. بديل ما راح نحط حلق عشان هنا الحركة اللي سويتها نكتفي فيها. مرة حبيت اللوك. ممكن أسوي شيء حلو من هذه القطعة. شوفي أنا حسوي لك كم هنا. مباشرة مسكت المقص وفكيت دائرة صغيرة على إنها تكون كم، وتقدر الموديل تطلع يدها. فكر إنه نجرب له حزام. زدت حزام عشان يبين الخصر حق الموديل. شنطة ماشية مع البوتس لأنه فيها جليتر. ممكن تلبسي لي هذول. أوكي. أنا عرفت دحين إيش أبغى. خلينا نروح للشعر والميك اب. مروان حابة إنه يكون اللوك حقها جري في الآي شادو، والتشيكس يكون أحمر. رأيك نخليهم متصلات ببعض، يكون الآي شادو متصل بالتشيكس. حلو، الفكرة مرة عجبتني، بتأكد إنه حتطلع شيء جميل. بالنسبة للشعر، الفستان جاي جنب، نبغى يا إنه شعره يتحط على جنب اللي هو المعاكس، أو إنه يترفع كله. حابة يكون في الأسود صريح وبرضه مسحوب. الحواجب اللي عرفتي الصغيرة على أيام أول، حابة إني أرجعها في 2030. حلو. وبرضو يكون في جليتر وروج يكون أحمر. إيش رأيك نسوي تواصل ما بين الجليتر اللي في العين مع الشفايف؟ فيتشرستيك أحلى من الأحمر. الأحمر معتاد، نبغى نطلع خارج عن المألوف. أوكي تمام، برضو حلو. الحين نبغى الشعر. أنتي هذه القطعة على الركبة، وبعدين راح أجيب الحلق، راح أسكرها من فوق. طيب، وحابة الكتفين هنا الشغل من فوق. يعطيكم العافية. الله يعافيك. دخلت نجلة، ما كنت خايفة من الانتقاد كثر ما إنه أبغى أسمع هي وش بتقول. حابة الحواجب الرفيعة ترجع ترند 2030. حاولت أركز على العين بالجليتر والألوان، بس في هنا جليتر في العيون، ورجعتي حطيتي جليتر في الشفايف. المنطقتين بتتصارع مع بعضها، بدك تحاول إنك ما تتشتت النظر في كذا مكان. معها حق نجلة، حبيت أسمع بنصيحتها إنه يكون تركيز بس على العيون. ها سمية، إيش خطتك؟ طلبت من روان نسوي لها ميك اب جريء، بس محتارين نروح بالتراديشنال ماسكارا الأسود ولا نحط لها الأبيض. أنا بالنسبة لي شايفة إنه أوريدي كفاية، شايفة الميتاليك وشايفة كل شيء، أحس ما يحتاج إنك أنت تعملي أفكار كثير. خلاص اسوي الماسكارا السوداء. تدشي. الفنان بيكون عنده جانب استعراضي نوعا ما. قد ايش تلجئي لاطلالات ممكن صحيح تكون مستقبليه؟ لازم يكون في الاستعراض، انك تغيري كمان من الستايل، ما تكوني دائما نفس الستايل مكرر. الستايلات عم تتغير تتجدد، بلس انه كل شيء قديم عم يرجع. Yes. يعني مثل ما شفنا الجينز كثير عم يرجع هلا، كل 10 سنين بترجع الموضة. مرات صراحة بنزل أشياء بكون أنا حاببتها، وبحس كثير ناس بتستلهم هيدي الأشياء مني، بيسألوني من وين لابسة أي ماركة. بحب أتجدد كل مرة وغير، وبحب واكب الموضة كثير. أي شيء ترند بجيبه وبلبسه.
بنات بدأ العد التنازلي. 10 9. في آخر ثواني كنت مرتاحة لأني واثقة من الستايل اللي راح أقدمه. 6 5. في آخر لحظات غيرت الكات، حطيتها على اليسار وزدت تدرج بالحزام إنه رفعت جهة عشان تعطي فوليوم فوق أكثر. 2 1. سيبوا اللي في إيدكم وأشوفكم على الرنوي. اللوك على الرنوي جدا فخورة فيه. هذا هو اللوك المستقبلي اللي أنا توقعته. مو فستان ولا بوشفاك هنا سنجد. لوك سمية عجبني بس إنه مو 20-30. قبل لا تدخل موديل على الرنوي شلت منها الشنطة. انبهرت بمشية الموديل، ثقتها بنفسها، عطى فخامة لللوك أكثر. عشق نظرات الحكام شيء يفرح القلب من كثر ما إنه مذهولين من قاعدين يشوفون على الموديل. الستايل اللي مسويته حنين مرة كثير الأسود. حنين وسمية حقيقي عشقنا اللوكس اللي نزلت على الرانوي، وجداً متحمسة أعطيكم رأيي وأسمع من آراء لجنة الحكم. بس قبلها حابين نسمع منكم عن الخلفية للتنسيقات. تفضلي حنين. اخترت الدريس يكون أغلب الشغل على الأكتاف، وبدال ما نضيف السلسة حبيت أضيف التول وأحط الحلق فوقه، يسوي شغل على الشعر والميك اب وبس. جميل، شكرا حنين. حابين نسمع منك سمية، تفضلي. هذه كانت قطعة عبارة عن تنورة، سويتها كتف اي وكتف لا، وفتحت هذه الفتحة على انها تصير كم. الميك اب اخترت الالوان الصارخة الجريئة. شكرا سمية، والان حنسمع تقييماتنا وحنبدا بنور، تفضلي. سمية، الميك اب بعقد كثير حلو، الشعرات كثير مهضومية. كثير حبيت هيدا التول، لون كثير مهضوم، بس الحزام فيه ذهبي، الباج فيه سيلفر، فشوي ما حسيت متناسقين مع بعض. انا بالنسبه لي سميه عجبني تعاملك مع الاحساس اللي يعطيني هو التول من انوثه من خفه مع قساوه الاسود وشكل الحزام الهندسي، فعجبني البلند بين سوفت اند سترونج. غير كده أنا فعلياً أوافق نور في موضوع اختيارك للألوان المعدنية. معاهم حق، كان المفروض أوحد يا إنه ذهبي كله يا إنه كله فضي. حبيت طبعاً الميك اب جداً، حبيت الميتاليك كولرز اللي استعملتيها مع كمان كده بوب كولرز شوية، تدرج اللون طالع مرة جميل، وإني كيف ربطتي بين البلاشر والآي شادو، فكرة جميلة. بالنسبة للشعر حبيت كمان إنك أنت كيف عملتي الهاي بن، طلع جميل مع تنسيق اللبس. وغير كده الله يعطيك العافية. شكرا لك حنين. نيجي لتقييماتك، نبدأ بك نور. كتير حبيت الدريس صراحة، بعقد الستايل غريب، والبعد التلي اللي حطيتيه على الشعر، الحلاق كله صراحة كتير مهضوم. يعني أنا عني كنور إذا عندي مناسبة أو شيء بختار مثل هيدا الدريس. I love it. نور أكيد راح نسوي ستايل لك خصيصاً. حنين اللوك حقك بالنسبة لك عشق حقيقي، تعاملك للتول 3 dimensional shape أخذتي خيالي لمكان إنه هل في 20-30 حنلبس أشياء تبروز الجهة الفوقانية، يعني اللي هي الرقبة والوجه بهذه الطريقة؟ هل الاعتماد حيكون أقل على الشعر وأكثر على أكسسوارات بحيث إنها تغطي المنطقة هذه؟ جداً جميل اللي عملتيه، التعامل لللوك كان روعة، شكراً. كنت مرة متوترة من ريم، صعب إنك ترضي ستايلست عندك خبرات، فالحمد لله ارتحت. حنين الحركة اللي حطيتي فيها التل وهذا من هنا شكلها إنسان، بس في شيء كده فضائي مرة حلو. حبيت مكياج العيون، اللمعة، على قد ما في شغل على قد ما في بساطة. يعني الإكسسوار الوحيد اللي حطيتيه هو حلق بس، كفاية. الله يعطيك العافية.
ما كان فيه سلبيات الحمد لله، مرة مبسوطة. ستايلست حابين نستسمح منكم شوية وقت بحيث نعطيكم علاماتكم، تقدروا تتفضلوا. جدا متوترة وماني عارفة إيش مصير الستايل اللي أنا سويته. التول البينك خفيف وفريش. صح كتير كان مهضوم صراحة، بحسيها هيك كوتون كاندي. عجبتني كيف وظفت التنورة، اجتهدت في إنها تعمل حاجة حلوة. حلو. بس الأسود. الأسود. أخذ قلبي. والله هو أعطاني كل إحساس جميل، بس السلوات حق البيتش الفاتح برضو مختلف. صحيح. خارج عن اللي إحنا فيه الآن وقدرت أشوفه وتخيله في المستقبل. خلونا نعطوهم علاماتهم ونشوف مين اللي حيطلع معانا الفائز. الفائزة سمية وحنين، نزلتوا لنا لوكس جدا جميلة ومختلفة عن المألوف. كفاية أنكم أخذتونا معكم للمستقبل ووريتونا موضة 2030. ومن هذه المنصة بيلمع اسم ستايلست واحدة قدرت تلفت نظرنا بلوك كامل متكامل بالميك اب والشعر والملابس، واستحقت بجدارة لقب أحلى ستايل. سمية مجموع علاماتك في التحدي الثاني 11 علامة، وحنين مجموع علاماتك في هذا التحدي 15 علامة. لكن الفايزة بلقب أحلى ستايل هي حنين، قدرت تتفوق على مجموعة 25 مقابل 20. ألف ألف مبروك يا حنين. مبروك. مرة مبسوطة إنه استوديو ستايل يعطى فرصة للبنات السعوديات يعبرون عن أنفسهم عن طريقة لبسهم، وهذه بداية المشوار الطويل، وإن شاء الله راح تشوفون بصمتي في 2030. سمية، في استوديو ستايلي ما حد يخسر، اتعلمتي أشياء كثيرة واكتسبتي خبرات جديدة. أنا لي الشرف إني شاركت، الملاحظات اللي أعطتوني هي هاخدها في عين الاعتبار، بإذن الله حكون أحسن أفضل. إن شاء الله. تستاهل حبيبتي.